اهلا وسهلا فيكم. اليوم قافلة مهدي لأكل الشوارع حطت الريحال في بلد الأم، بلد المليون ونصف مليون شاهد، البلد اللي كنت متمني ندير فيه أكل الشوارع وجا وقته. نعم إنها الجزائر يا بابا. مرحبا بكم في الجزائر العاصمة. عندنا 24 ساعة في الجزائر العاصمة نكتشف كاع أكل الشوارع اللي يأكله الجزائريين هنا في العاصمة. يلا هذه الحلقة أمبي سبيسيال، لأول مرة راح نبدأ البريكفست في بلد في دارنا، لأني في البلد الأم. راح نبدأ بالمسمن وديره لي أمي ديركت من الدار. المسمن اللي هي وصفة تقريبا كاع الجزائريين يأكلوها الصباح مع قهوة حليب. تبع واش هو سر المسمن باش يخرج لك هكذاك فايتي؟ هي تعجن مليح ومن بعد تحطو تريا يريح بيان ومن بعد يولي وحده يجري. ايروبوزي لازم يروبوزي، كون ما يروبوزيش يتقطع. ديركت المسمن طياب ليك عندك دير. شوفوا شوفوا شحال خفيف. شوف نبداو قهوه حليب في الجزائر العاصمه بالمسمن تاع امي، وبعدها نبداو الرحله الحقيقيه تاع اكل الشوارع في الجزائر. صدقوني الحكمه في المسمن كيكون الورق ديالو فاتي. انا قد ما نحاول نعمل هذه الوصفه ما نقدرش. وصفه امي قالت لي لا تكنيك كاع في السميد، ممكن السميد تاع لندن تاع لهنا ماشي كيف ورق ماصه. شوف ممكن تشوفوني انا من ورا، انا ما نحبش ندير له معجون ولا اي شيء، ناكلو هكذا ديرها. ودي فوا تغطيصه. انا كليت بريكفاست في الطليان في كاع البلدان، بالنسبه لي احسن بريكفاست لانه من صنع امي. نيكست من اكلات الشوارع الجزائريه المعروفه الكبده. الكبده كاع الناس لهنا في الجزائر ياكلوها، خصيصا لهنا في ألجي. راح نديكم الزوج اماكن مختصين في الكبده. المكان الاول يعيطولو مالك الكبده، جاي في قلب القصبه، يقول لك بلي عنده احسن ساندويتش كبده في الجزائر العاصمه. يلا جماعة الخير، أو الحق أحسن ساندويتش كبدة في الجزائر العاصمة، ما فيه والو، فيه غير لاصوص والكبدة، وجاب لي ربي ماريني، درنا لاشين واحد الساعة. ديجا الخبز وحده تحفة، يقرمش وحده وحده فريش، والكبدة فيها واحد الحرورية واحد البنة، أظن التتبيلات اللي فيها راس الحانوت والكمون أوفيسيال، والكبدة دوابة تدوب وحدها وحدها الكبدة. شوف، راح تضرب الكبدة معايا. وسعر الساندويتش 30 دينار جزائري اللي هو 1 يورو 50. اصدقائي الساندويتش هذا كبده شي كبير يا عمري. نشوفوا اللي موراه. جماعة الخير، كي نقولوا الجزائر العاصمة نقولوا بيتزا كاري وكارانتيطا، زوج أكلات مختصين فيهم هنا في الجزائر العاصمة هنا في القبة. بوبرين أحسن واحد يخدم بيتزا كاري وكارانتيطا. تبعوا معايا. بيتزا كاري بالحميس، هذه تكنيك جديدة. عبالكم أنا كي نجي لهنا نتفكر شبابي ولاد لوسان ديال القبة أرجي كاع يجوا لي، ودايما الغاشي يخي اكلت نفسها في روما. صح هادي وش لا ديفيرونس بين هادو تاع روما؟ تاع روما جايه تقرمش، هادي شغل اون بات وزيت حاره بالحميس من فوق وزيت الزيت. هادي اختصاصيه شغل، هاد لا روسيت يديروها غير في الجزائر العاصمه. اصدقائي هنا ساسكت قليلا. واو شوفوا لا بات، هادي مستحيل تضرب وحده ولا زوج، الدور في 7 ولا في 8 ماكسيموم. اشهر ساندويتش اكل شوارع في الجزائر كارانتيطا، هي وصفه عباره تاع حمص. اصدقائي التكنيك تاع كارانتيطا انه تعبص يتسيح وبعد تضربها هكذا. وو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 
ونورمال كي تسيحوا على حوايجكم وتسيح عليكم. جماعة الخير، احنا في الجزائر نقولوا لها الكبدة البيض، هذه الكبدة تاع الفقراء. أحسن ساندويتش ممكن تاكلوه في الجزائر العاصمة. واو، جماعة ما تنساوش بوبريت في القبة. كنا نتمشوا في القصبة، درنا بوز عند هذا المدام اللي هنا دايرة قهوة كأنك في قهوة عائلية، يبيعوا حلويات جزائرية وفيها أتاي، فيها تبعوا معايا الأتموسفير كأنك راك في البيت. البلاصه هذه راك في القصبة في عين مزوقة، وراي في بلاصة توريستيك، عندنا السواح من كل مناطق العالم. ماذا بينا نحيو التقاليد بالحلويات ونزت معها أتاي، الناس تقعد لافو القعدة، والشارع هذا يعطيك النظرة تاع القصبة المحضة، تقعد عندي وتشرب أتاي، نعاود نردك للحنين، لا نوستالجي تحكمك تاع الجزائر القديمة. راك راح تشرب لاتاي تاع القصبه ماشي تاع الصحراء، نطيبوه كيما كانوا يطيبوه والدينا بكري، خلوه ما نلقموهش يعني، نخلوه يغلي ياخذ وقته باش يتلقى لا سافور تاعو، ومن بعد كي نسربي لك نحط لك وريقه نعناع وانت تسكر على حسب الذوق تاعك. حاجه الاولى نبداو بالبقلاوه العاصميه، معسل الله الله بسم الله. لا 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 لا. هاي القعده الجميله، ها الصح أباكم هذه الأجواء ما تشوفوها، تشوفوها غير هنا في القصبة. بقلاوات تدوب في الفم. كاين دوك ندير لك حبيبتي. الدوزيام القريوش، شوفوا حبة القريوش، الله الله. القريوش أنا شفالو، كنا نخدمو هذا القريوش يتخدم بالفضلات تاع البقلاوة اللي جاية في الكوتي. سمعوني نهضر نقول بلي القريوش يتخدم بالديشي، قال لك حبس حبس، لا لا راك غلط. القريوش هذا لاباط تاعو وحده يخدم وحده، يتحل وحده، ما كان لا بقايا لا والو. صح، كاين اسم واحد اخر تاع هذيك تاع البقايا اللي يعطولو الخشخاش، جابلها ربي اللي قالتها المادام. ميم الخشخاش لاباط تاعو تجي فين وتتحل، ما كانش البقايا تاع البقلاوه تاع الخشخاش كيما تاع القريوش، برك ينطاب يطاب هكذا شغل يتلوى. خلاص ما كانش بقايا، معلومه خاطئه. نكست طادي البنة جاي في باطو كاسي، مختص في طابق شوية بيزار، لوبيا بالقرنين والسردين تاني، قالوا لي بنة عظيم، تبعوا معي. اللوبيا ديالي نطيبها اما فاصون، نطيبها بالقرنيط. كومون سا سباس، طيب اللوبيا كي تكون تغلى نغلي القرنيط نقطعه نرميه مع اللوبيا وراه يغلى. اللوبيا راهي تغلى وهي تطلق في الغره تاعها، الماء تاعها هو الصح. السردين ديالي ما نقدرش نقول لك انا، شوف كي تاكلو تعرف. انا عندي السردين تاع زمان، فيه فلفل قناوه وندير له كمون وندير له الثوم. وحنا الحاجه اللي تميزنا سيكو حنا اللي نصيدوا الحوت، نخدموا لاماتيني صباح في الريستورون، العشيه ندخلوا البحر، نجيبوا الكرامان، نجيبوا سيبيا ونجيبوا سردينه. جماعه لحقت اللوبيا بالقرنيط، اول مره انا ندوقها لهنا. نقول لك باللي دادي الحوت ديالو من البحر يجيبوه ديريكت يطيبوه، على بيه عنده هكذا الغار. بسم الله، نزيد لها شويه ملح. جماعه دقيقه نجيكم اللوبيا بالقرنيط، اي شي كبير يا عمر. ذوق اللوبيا كم تعرفوه اون صوت. صح الحكايه اللي هنا الكو تاع القرنيط اللي هناك شغل قاصح، تحس هذيك الميكس تاع اللوبيا بالتقاله ديالها ولاصوص الحمراء مع القرنيط. اصدقائي لازم نرمي لها القارص، ندوقوها بالقارص. ما فهمتش انا علاش الفلفل هذا موصول الفلفل معاها. تحت قسويله هذه. جينا للسردين، السردين من الاطباق الشعبيه في الجزائر، تلقاوهم برا جوا بحرا تلقاوهم كاع في البلايص، وكل واحد يقول لك انا السردين ديالي بنين. بسم الله، بالدرسه هذا ومقلي ماشي قري. بسم الله. يا جماعه الخير بنين بزاف هذا، يا واش درت له؟ اوه المنه واش درت له؟ لا عجوز يما ما تجيش كاع تقول لي انا نطيب السردين بنين، يي لازم تعطيني التتبيله هذه. المصور والله غير تدوق لا برودكسيون كيما راه، دوق دوق هكذا. يي حكايتها غير من تبدا. جماعه الخير اكسبيريونس تاع دادي ما شاء الله، خلوني نكمل باي. ما
مرحبا بكم ريستورون كازابيلا. حنا سبيسياليتي المشاوي على الجمر، مشاوي جزائريه داخله في ثقافه الاكل الشوارع الجزائري. خوتي ارواحو مرحبا بكم عندنا في ضراريه. شوف البواسون تاع بلاد، هذا سبادون تاع بلادنا الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. خوتنا بلادنا والله غير فيها، لازم نخدموها وربي يوفقنا ان شاء الله. هذا كالامال تاع الجزائر. خوتنا هم المشاوي تاعنا الله يبارك، هذا الصنبولي لا فيوند اي بي سي بالشحم الله يبارك، لي كود دانيون لي نوازيت دانيون، هذا رويال جي بوافرون بلونيون الله يبارك. هاي الكبده ما شاء الله، لونتروكوت خوتي شوفوا قدم تاع الجزائر، هذا لونتروك بسم الله ما شاء الله. الفيلي اللهم بارك، الكبده شوفوا الشوات تاع بلادنا تاع الجزائر، هذو هما الاكلات الشعبيه تاع الجزائر. كتب لي مكتوب المغاره العجيبه فوق الكازابيلا، كي قلت له واش هي هذه المغاره العجيبه؟ ميم كي كنت هنا كانوا ناس يجوا يسقسوه يقولوا المغاره العجيبه، هو ريستورون في ريستورون، تسمى الفوقا جهه تاع العائله، اسمها مغاره العجيبه، شوفوا معايا. حق الله يبارك الله يبارك. اضرب خويا مهدي، اضرب اضرب. وهذه لازم سيزون يا هكذا الله. شوف انا نبالي مشروب هذا بابا. يلا باش نبدا بك. هذا هذاك الغلمي لازم دخل بكلي، هذا فيلي دفو. الفيلي سي لو ميغ دي بوف خويا. شي كبير يا قلبي. انتم اسكو هذا تمارينيوه ولا اللحم الكاليتي ديالو هكذا؟ هذا الكاليتي تاعو هكذا، سما نبيتوه مليح في شانفروات. هذا قبيله توراه لي، هذا كاين غير في الجزائر. كيفاش تخدموا هذا؟ وري لي مع الاول كيفاش مخدومه. هذايا واش يعطوا مليح؟ هذا نو هذا طرونش دو كور، هذايا الاسطنبولي مليح. هذا الملفوف، ملفوف بلا فيون، فيوند اي بي سي طايره بالشحمه. يرحم بابك يا مهدي، دوق شو هذا. جيك شو ستي تاع الكوك شو راح للمرقه. رد لي خبر خويا واش خويا شو عاود هاج عليه مهدي بلا ما فهم. جماعه الخير هنا اسكت وقالين واحد الكود ضربك للراس ديرك. هذا اللي ياكلو يقول هكذا. وهذا سبيسيال ديالنا، سبيسيال تاعنا هذا كازابيلا. هذه سالاد ميزون كازابيلا. دوق مهدي خويا، هذا الصومون الله الله. واش قول حبيبي؟ صومون فيمي خويا، هذا كومكوم خويا. شو داك سيزون يوم شحال بنين الله الله. برن اضرب خويا، اضرب اضرب. هذا هذا الحميس، هذا مقتوره خوتي في الجزائر اكزيستي تراديسيونال. مع من يمشي الحميس؟ مع المطلوب. ومن بعد واش نديروا له الحميس؟ قولي شو مهدي واش نديروا له؟ واش نديروا له؟ طريت اكل تاعنا فنان، هذا واش يستناو باش يكرموه فنان. كيما قال له خويا مازال ما فوقوا لك انت. زيت الزيتون الله يبارك. خويا مهدي دوخ خويا تراديسيونال، ادخل ديريكت. بسم الله خويا، ضرب اليمين باش يزيدوا هنا في الكازا. بالك شو راك في الدار، الدور دير لي جازين عليك، دير واش تحب خوتي الاعزاز. هنا راهم في شي كبير يا قلبي، شوفوا المشاوي والمشاوي ديالهم بنان. الحاج كنتو كازا بالك شنو الحاج؟ مرحبا بخوتي الاعزاز، مرحبا بكم جميعا. انا نعنقك حبيبي الله. جزاك الله خير خويا، احبك الله. نحن حبيناك في الله. طرقوا الحفله كازا بالك، حفلتك. مرحبا بخوتي الاعزاز. مهدي مرحبا بك في بلادك، توحشناك بزاف بزاف بزاف. انا عندي ساكري حليب وقهوه صباح وعشيه، دونك جبت مهدي شو ما يحليب وقهوه في بلاصه بزاف شابه هنا في الجي بيان غاطو تاع حنطوب. وكيما انت دائما تقول راح تفهم بوكو شو. يلا كابوتشينو كابوتشينو كابوتشينو. والقاطوات واش جبتوا لي؟ إكلير شوكولا، هذه بالسيترون. انت واش تحب الشوكولا ولا واش تحب؟ ذوقوا الإكلير والطر سيترون. للعلم انه هادو زوج قاطوات بوبيلير بزاف في الجزائر، الطر سيترون وهاد. باش نبدا باش نبدا ابدا إكلير. انا ندخل وانت تدخلي، انت من لا دروات وانا من لا غوش. يبانو بنان. بسم الله. عبر عبر عبر. شي كبير يا قلبي. لا 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 فيها هضره. انا خاطيني ماشي من عشاق قهوه حليب الحشيه، بصح جاب لي ربي مليون وين نعشق فيها. زيد كل هذا باش تفهم بوكو دو شاز. اوكي هذه الهضره ديالي، ها ندخلوا فيها فرومبواز. لازم ديرنا هكا وحده كيما هكا. الفرومبواز فيها كلام صح، مازالها نمبر 1 اكلار وشوكولا. انت مول فدوقيها سيترون. اي راهي هي على بالها كاع واش كاين هنا، واش يدور لهنا. سقسيني انا خطره جايه. ما ماني تحب السيترون، تحب السيترون كما جينا كنا فكرنا. انا ماشي فان شويه تاع السيترون. بصح هذيك شغل تعجبك شويه. انا المفاجاه درك وصباح انا نشكر لك في الكاطو وداني نشوف فيك شغل. هذه ما شفتهاش نسيتي بلي انا باتيسي. سما راني نسي لحد الان. هاك عاودي رحتي للباستوان. هذه الشوكولا راهي نمبر 1. بقى عندنا اسبور في هذه الاخرين في الروس. ذوقوا الروس هذه. تفهم بوكو تشوز ولا لا؟ هذه عبالكم الحل ديالها. عجباتهم.
نمبر وان هذا. هاد القعدة فكرتني كيما افتنون تي في الانجليز، كاع لي فامي الاصدقاء يتلاقاو الحشية ولازم هذا يكون قاطو سيليكسيون تاع قاطو وقهاوي. مروة بارك الله فيك يعطيك الصحة. صافي بليزير. المرة الجاية لازم تعاودي لي نفس القعدة. خلاص على الراس والعين. هاي شكرا. نيكست. ديزات فورس احسن واحد في جزائر العاصمه يخدم المردوم، جينا سبيسيال معلى بالرقعينو اللي يقولوا له بوزلو، يدفنوا داخل الجمر ويغلق عليه، وعنده الجاج وعنده كاع المشاوي. صحنا المهمه ديالنا جينا نديكوفريو هذا المخبأ السحري، قالوا لي احسن واحد يخدم بوزلو في جزائر العاصمه. يلا راهو الحق البوزلوف، وكاين بلايص يقولوا له بالرقعين. اوكي عندهم بزاف حوايج مدفونين، منهم الدجاج، عندهم الغنمي، وعندهم هادي يعيطولو اللوحه ميكس، الدجاج اللحم كاع ميكس فوق البلاك، وبيان سير الحميس لي فريت و تلمو يدوب ما تقدرش تحكمو. او لا 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 عبالكم الحكمه في هذا البوزلو. لا بلي بار كاع تلقاك شغل اللحم شويه ياب، صعيبه باش تلقاه هكذا كيدوب يدوب. كبير يا عمري. الدجاج فوق الجمر، شوفوا الدجاج الجزائري كيفاش داير، شوفوا لا كولور ديالو، شوف تعرفوني نطرطق وندخل ديرك. بار هي دوريجين ديجا الدجاجه، كي ديرها فوق الجمر تجي بنينه، تيماجينيو كي تزيدو تمارينيوها. وهذا الدجاج باين ثاني دايرين له تتبيله جزائريه. تقول لي على السعر شحال زعما هذه الطابله؟ احنا نعطيكم اكسكلوزيفيتي، المعلم قال لك دوك نحسبها لك، احسبها لي روح. هذا طلا كيما راه 650000، هذا الشيء كاع 650000. ندخلوا للوحه، ميلونج تاع شوا، هذا الميلونج انا شفته في المغرب، يديروه في المغرب. دقتو في مراكش، دوك نعاود ندوقوا لهنا، بسم الله. تعرفوني يا خي انايا ما نزيدش عليها، كاين احلى من هادي. فيفا الجيري كما يقولوا، تجربه المشاوي ولا المدفون بوزلو ديزات فورست شي كبير يا عمري. نكست.
تلقى هذه اكل الشوارع في الجزائر. بكم اللي بديت انا تجربه اكل الشوارع في العالم، عمره ما واحد حط لي طابلاها. عطينا يا ربي دي بورزوم لا كويزين الجيريا، درت لك ميلونج بين واش نخدموا لاكرياد سبيشاليتي مع لا كويزين الجيريا. باش تكونوا على بالكم هذه تقريبا اكلات تاع الجزائر العاصمه. خلونا على تاع برا. طاجين الزيتون على طريقتك. طاجين الزيتون قلنا كاين يجي فيه بون، لازم يجي فيه بولي زيتون والزروديه، من بعد لاصوص بلونش ولا صوص روش، كل واحد كيفاش. ديريكت من دوكا ندخلوا في شطح اللحم. شطح اللحم لا باس تاعها عندنا لحم بقري، تقدر ديرها ثاني باللحم غنمي كاين يحبوها بالغنمي. احنا درنا بالبقري لا غالينات وباكيت على فيون دي طونطريه ولا صوص روج والحبيصه. لي صوص توجور يجوا عقدين فهموا اجي كثيره. انا تلمو تلفت هذه على بالي على بالي. دونك فوالا هاي لي كلاصوص تاعها، لاصوص تاعها تاع الشخشوخه، زبده تاع البقره يتريتيوها باش نخرجوا بها دهن، نخدموا بها الشخشوخه، نشمخوا بها لاباك تاع الشخشوخه وفي لافاز نديرو. هذه بسكريه قسنطينيه كيفاش زعما انت واش تقولها؟ هذه منين هذه؟ شخشوخه بسكريه كاين يديروا شخشوخه طفر كاين. قلت لك لو كان نروحوا ديك شخشوخه وحده طابله دي كومبلي عمرها شخشوخه. جماعه الخير الشخشوخه هذه اللي يجي عند هشام لازم يذوقها باسكو هما كاع اطباق جزائريه بصح كاين حوايج يماركيو. انا باسكو انا دوريجين سطايفي هشام، هذه ديرها لنا العجوز هنا في الجي بصح شغل هذه داتني شغل راك تاكل فيها في بلاصتها في الشرق ولا ماشي شغل احنا باسكو الدهان تاع حاجه بينهم من بسكره. اكزاكتومون هاي لك الهضره انا قلت لك انا اوكي. الطبق المدلل تاع الجزائريين الكسكسي يا بابا. قلت لك كسكس وحده ثاني فاريتي كبيره في العاصمه يكون سوس بلونش، في الشرق يكون سوس روج، ما لازم كاين بالدجاج كاين بالغنمي. احنا اليوم درنا بلاصوري تاع الغنمي نسيو شويه بلاصوص. عندنا فاريتي كبيره الله يبارك في الجزائر. بسم الله ندخلوا كسكس تاع هشام كوك مع مع اسمه بلاصوري. هذه شوف راس روح العب هذه اللقطه تاكلها وخلاص راح ترقد ديرها. كنت نحبك وليت نحبك اكثر يا خويا. دائما نجي دائما نجي لك انا كل ما نهبط خلاص راح نزيد ندير اكل الشوارع عن هشام. ندير حلقه ثانيه غير هشام باذن الله. مرحبا بك والله غير صافي بليزير. تجربه اكل الشوارع خلق كملناها باحسن سبوت في الجزائر العاصمه واطيب انسان. خويا مهدي بارك الله فيك على الزياره، ان شاء الله يكون عجبك الحال عندنا ونشجعك المحتوى تاعك. المهم لي زابوني تاعك نقول لهم كامل يكثروا لك لي جام لي بارطاج ويشجعوك ماكسيموم باسكو المحتوى هذا بزاف شباب. واحد مريح هكذا في الدار يدخل هو يكتشف ثقافه تاع ماكله تاع بزاف بلدان. الى هنا تنتهي سهرتنا اليوم، نتلاقاو في مكان جديد ولا بلد جديد. خويا هشام نكملوها بلاتي. بارك الله فيك.